فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في سياق حديث المؤلف رحمه الله عن استمتاع الأمة بخلاقها كما استمتع الذين من قبلهم، ذكر حديث أبي سعيد في الصحيحين المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ الدنيا بحقها أو بغير حقها. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا: إنه لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله في سياق الأدلة التي تدل على تشبه بعض هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة بمن قبلها، ومن ذلك تشبه بعض هذه الأمة أو كثير منها بمن قبلهم في الاستمتاع بالدنيا، وهو الاستمتاع بالخلاق. ومن ذلك هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وجلس حوله أصحابه كعادتهم حينما يتلقون منه التوجيهات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سألهم كيف يكونون، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرهم أنه إنما يخاف عليهم زهرة الدنيا إذا فتحت عليهم، وأنه لا يخشى عليهم الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل مقدر له رزقه، لا يموت حتى يستوفيه كأجله كما في الحديث. فهو لا يخاف عليهم الفقر لأن الله تكفل بأرزاقهم، وأيضا الفقر لا يحمل على البطر والكبر والإفساد في الأرض. الفقر يسكن الإنسان ولا يحمله على الصفات الذميمة، بخلاف الغنى فإنه يحمل الإنسان على الأشر والبطر والشهوات المحرمة. هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الغنى فيه شر وفيه خوف على صاحبه. فسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يعني أن الغنى أنه خير، فكيف يأتي بالشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه في الأول لأنه كان مشغولا بما ينزل عليه من الوحي، لكن الصحابة كأنهم فهموا أن الرسول أعرض عنه وأنه لم يعجبه سؤاله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب عنه ما يعتريه عند الوحي لم يهمل هذا السائل، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ففي هذا أن المسؤول لا ينبغي أنه يعرض عن السائل بل يوجهه، كما قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ وكأنه أعجبه سؤاله، فقال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي بالشر، ولكن إنما يأتي الشر من استعمال الإنسان، فالإنسان هو الذي يحول الخير شرا بتصرفاته، وذلك أن الإنسان إذا استقبل هذا المال برفق وبكسب اكتساب طيب وقناعية، ثم إنه
إذا حصل على شيء منه تصرف فيه تصرفا مفيدا لنفسه ولغيره فإنه يكون خيرا له، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. إنما إذا أخذه بشره ونهم وغامر في تحصيله ولم يفرق بين الكسب الحلال والحرام والكسب الحرام، ثم إنه إذا حصل له المال لم يتصرف فيه تصرفا حسنا فإن هذا أتى بالشر، هذا خير سبب له شرا لا لذات الخير وإنما لتصرفه هو. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمال ومثلا للإنسان مع المال، ضرب مثلا للمال بالخضر من النبات والعشب الحلو الطيب، هذا مثل المال. وتصرف الناس فيه ينقسم إلى قسمين، أحد يأخذه برفق وبهدوء وبكسب حلال ثم إنه ينفقه في ما ينفعه وينفع غيره، فهذا مثل الناقة التي رعت من هذا العشب الخضر، رعت منه قدر حاجتها ثم إنها بركت واستقبلت الشمس حرارة الشمس حتى يتهضم ما في بطنها، ثم إذا تهضم وجاعت قامت وأكلت مرة أخرى ثانية. هذا هو التصرف الحسن وهذا يكون خيرا. لكن الصنف الثاني مثل البهيمة التي وجدت المرعى الطيب الخصب وهو غض طري فأكلت منه بدون تقدير حتى انتفخت، يعني حبطت، والحبط هو الانتفاخ انتفاخ البطن، ثم إنها تضررت بذلك وربما تهلك بسبب ذلك. فهذا مثل الإنسان الذي يأخذ المال بنهم ولا يفرق بين طريق الكسب الحلال وطريق الكسب الحرام إنما نهمته جمع المال، ثم إنه إذا حاز عليه لا يتصرف فيه تصرفا حكيما وينفقه في وجوهه، وإنما ينفقه في سبيل الشهوات وسبيل الإفساد، أو هو في نفسه يتكبر ويفطر على الناس. فهذا مثل هذه الدابة التي أساءت الرعي ورعت ما يضرها، ثم كان عاقبة ذلك عليها الضرر العظيم والانتفاخ والتعرض للموت. نعم. قال: وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. هذا التصرف الحسن. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وإن من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. بغير حقه يأخذه من كسب حرام، فإن هذا يبتلى بالجشع إذا كان يأخذ المال من كسب حرام فإنه يصاب بالجشع وطلب المال بنهم ولا يستريح أبدا. نعم. ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، ويكون هذا المال شهيدا عليه، كما في الحديث يسأل عن أربع وذكر منها ماله، إنه يسأل عن ماله، في من أين اكتسبه وفيما أنفقه.